قناة الشيخ الأحسن سليماني تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، مواصلة لسلسلة كنوز الحكمة، حصص كنوز الحكمة، نواصل مع كتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقوله جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه هي الترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله تعالى لهذا الباب. كانت تراجمه كما يقول أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، فكذلك علمه تجده في تراجمه، تجد الدلالة الكاملة على مدى غزارة علم هذا الرجل الذي من الله سبحانه وتعالى به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه التراجم العجيبة التي تحتوي الخير بحذافيره، تحتوي دقائق المسائل، تحتوي كنوز الحكمة حقيقة. فقال فيها: باب الأمل وطوله. ومعلوم أن للإنسان أمل طويل، ولكنه ليس كل ما يؤمل يدرك. وذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي أنه ينبغي لك أن يكون أملك منصبا حول ما من شأنه أن يزحزحك عن النار ويباعدك عنها ويدخلك الجنة ويدنيك منها. فهنا ينبغي أن يكون الأمل منصب، والأمل ليس الأمل فقط الذي هو بمعنى التمني، وإنما الأمل الذي بمعنى الأمل والعمل المتضمن للعمل، ليس أماني يتمناها الإنسان ولا يعمل بمقتضاها، هذا كلا شيء، هذا سراب فقط. نعم. ثم ذكر أيضا مقتطفا من آية من كتاب الله عز وجل تحت نفس الترجمة، فقال أو نقلا من كتاب الله سبحانه، قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يأكلوا في هذه الدنيا، يأكلون كما تأكل الأنعام، سأل الله العافية، ويتمتعوا فيها في هذه الزخارف، والنار مثوى لهم. هذا بطبيعة الحال لمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ربا، ولم يؤمن بالإسلام دينا، ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن علي بن أبي طالب، ذكره معلقا هكذا، قال علي رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد خلفائه الراشدين، أحد أعلم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها، وأحد أفضل الخلق بعد الأنبياء. نعم. قال: وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع كونه ابن عمه ومع كونه أيضا نشأ في بيت النبوة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: ارتحلت الدنيا مدبرة مولية ذاهبة، وارتحلت الآخرة مقبلة، كل يوم يدنيك من الآخرة أكثر فأكثر، ويباعدك عن الدنيا أكثر فأكثر، فهذا معنى ارتحالها مقبلة، وكل آت قريب. لذا قال الله تبارك وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الإنسان يرى الآخرة بعيدة، ولكنها عند الله قريبة. نعم. قال: وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، أي للدنيا بنون يعملون من أجلها ويكنون لها كل التقدير والتبجيل وتنسيهم ما سواها، وللآخرة أيضا بنون يعملون من أجلها لا تنسيهم زخارف الدنيا
لا تنسيهم في الآخرة، بل كل عمل عادة أو عبادة طاعة يعتبرونها، كل عمل يقومون به يعتبرونه طاعة، يعملون بالطاعات ويعملون في العادات من أجل الاستعانة على الطاعات، فلذا هم أبناء الآخرة حقيقة. وهؤلاء هم الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، قال: فكونوا، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، فكونوا من أبناء الآخرة، وصية من محب للخلق، محب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، محب لأهل الإيمان، محب لأهل الملة، كونوا من أبناء الآخرة، فليكن حرصكم كله على ما من شأنه أن ينجيكم من عذاب الله في الآخرة، على ما من شأنه أن يجعلكم تدخلون جنة عرضها السماوات والأرض، جنة تستحق منكم كل شيء، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، فما دامت هي الموعودة فتستحق منك كل شيء، فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. لا يكن همك وأملك وعملك وجهدك منصب فقط فيما من شأنه أن يحصل لك الدنيا، ولو كان ذلك على حساب الآخرة، فهذا من علامات الخذلان وطمس البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ثم يقول: ولا تكونوا من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب. اليوم تعمل ولا تجد من يحاسبك فيما يتعلق بما بينك وبين الله عز وجل، لأنه يمهلك سبحانه وتعالى، فلا تجد محاسب في هذه الدنيا، ولكن حاسب نفسك قبل أن تحاسب. وغدا حساب ولا عمل، هناك أيضا لم يبقى أمامك إلا الحساب، تحاسب على كل ما عملت في هذه الدنيا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين، كفى بالله حسيبا. هناك الحساب فقط وليس هناك عمل، لا يمكنك هناك أن تستزيد من العمل، فلن تجد إلا ما قدمت، كل نفس بما كسبت رهينة، مرهونة بما عملت في هذه الدنيا، هناك لا يمكن الاستزادة، هنا أمامك الفرص متاحة بين يديك، فاستزد من الخير وقلل من الشر، وكن صاحب فتح للخير، مغلاق للشر، مفتاح للخير مغلاق للشر. نعم، وأما هناك فلا يمكنك الاستزادة، وإنما صار كل شيء محبوس، كل شيء موقوف، إنما يدقق فيه فقط، أما الاستزادة فانتهت، انقطعت بموتك ورحيلك من هذه الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كذا وكذا، ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم، فتحت هذه الترجمة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أورد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. أي مثل لهم صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا وما فيها من أعراض وما فيها من أمل الإنسان، فجعل هذا الخط المربع، ثم خط فيه خطا طويلا خارجا من وسطه، فبين لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه بالمثال يتضح المقال كما يقال. نعم، فخط خطا خارجا من وسط ذلك المربع، ثم خط خطوطا أخرى صغار عن يمين وعن يسار، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط، هذا المربع هو أجله المحيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، أمله طويل إلى ما وراء مدة مكثه ومقامه، لأن أمل الإنسان ليس له حد وغير منحصر، في حين أن الأجل محصور، وأمد بقائك في الدنيا محدود، وأملك لا حد له،
كل شيء لو أعطيته لا أردت الزيادة، لو زيد لك في العمر 10 أضعاف أو 100 ضعف لأردت الزيادة، ولو زيد لك في المال 10 أضعاف أو 1000 ضعف لأردت الزيادة، وهكذا دواليك لا حد لأملك، في حين أن المكث والمقام في هذه الدنيا محدود. جيد، فقال هذا الأمل متجاوز خارج إلى ما وراء الأجل الحقيقي الحتمي. نعم، قال وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج منه أمله، خارج إلى ما وراء ذلك ممتد، وهذه الخطط الصغار قال هي الأعراض التي تعرض للإنسان، أمور كثيرة، مشاغل وأتعاب وأمراض وهرم وإلى غير ذلك، مفسدات كثيرة وعوائق كثيرة لا حصر لها، أنت عرضة لها، إن نجوت من هذا وقعت في هذا في شراك هذا، إن نجوت من هذا وقعت في شراك هذا، فالأعراض كثيرة، فما دمت في فرصة أو في فسحة فاغتنمها كما ينبغي. أما أن تقول إلى ما بعد، إلى أن أجد فراغا، لا يوجد فراغ في الدنيا، إلى أن أكون في يوم ليس لي فيه مشاغل ولا التزامات ولا ارتباطات ولا، لا يوجد. إن لم يكن لك فيه التزامات فتأتيك الأعراض التي تكون حائلا بينك وبين ما تتمنى وبين ما تشتهي وبين ما تريد الوصول إليه، فاستغل الفرص واغتنمها كما ينبغي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.